الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشفت وزارة الداخلية الحالية عن توسع الاستخدام الأجنبي في العراق من جنسية أسيوية وجنسية أخرى، معظمهم يمتهن التسول. وأضافت الوزارة أن أغلب العمالة الأجنبية غير المصرح بها يدخلون عبر الزيارات المليونية وعبر فيزا سياحية، لكنهم يبقون في العراق بعد انتهاء فترة إقامتهم بموجب الفيزا. وأشارت إلى وجود مكاتب وهمية غير مرخصة لإدخال العمالة الأجنبية إلى الداخل العراقي، مبينة أن هذه المكاتب تتبع عصابات للاتجار بالبشر، تتاجر بالأشخاص وتدفعهم للعمل كمتسولين وغيرها من الأعمال غير المشروعة. قالت غرفة صناعة بابل إن 80% من المعامل في المحافظة متوقفة عن العمل بسبب غياب الرؤية الحكومية للنهوض بواقع الصناعة. وقال رئيس غرفة صناعة بابل محمد الطائي إن الغرفة لديها قرابة 2500 معمل مسجلة رسميا في المحافظة، غالبيتها معامل حرفية تنتج مختلف السلع الاستهلاكية. وأضاف الطائي أن 20% من هذه المعامل حافظت على وضعها الإنتاجي وإن كان متعثراً ودون المستوى المطلوب، كما أن قطاع الصناعة في بابل بحاجة ماسة إلى دعم حكومي ووضع الخطط اللازمة لإعادة الحياة للمنتج المحلي وتشغيل المعامل من جديد. قالت وزارة الزراعة في العراق أن هناك حاجة ماسة لاستيراد محصول الحنطة لسد النقص الحالي عقب تقليص الخطة الزراعية العام الماضي بسبب شح المياه. وبيّنت الوزارة أنه من أجل سد النقص في محصول الحنطة، فإن وزارة التجارة ستستورد 500 طن من المحصول، مضيفة أن هناك حاجة لاستيراد بعض الفواكه كذلك في العراق. وفي الشأن اللبناني، حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرن من انقطاع الاتصال والإنترنت في بلاده تدريجيا بسبب الأزمة المالية وشح الوقود. ولفت القرن إلى عدم توفر المال والوقود اللازم تشغيل قطاع الاتصالات، مشيرا إلى توقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد وقود المازوت المخصص لتوريد الطاقة. وحذر من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت كذلك في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية. ودعا القرن إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة أوجيرو التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد. أما في الشأن السعودي، ظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل من السعوديين وغير السعوديين كذلك بلغ ما نسبته 6.6% في الربع الثالث من عام 2021، وذلك مقابل انخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 61.2% في الربع الثالث من عام 2021. وبالنسبة للسعوديين فقد بلغ معدل البطالة 11.3%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 49.8%. بالمقابل، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% بسبب ارتفاع حالة الإصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة بالتحديد، وتزايد مخاوف المستثمرين من أضرار القيود الجديدة على الشركات بالطلب على الوقود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1 لتصل إلى 71.32 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.50% لتصل إلى 68 دولاراً و36 سنتاً للبرميل. إلى اللقاء.